الحاجه الثالثه كابتن، يعني ركله الجزاء مضحكه جدا 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 على رامي ربيعه. اه فعلا، ودي بقى الحاجه الغريبه جدا، مفيش حاجه خالص. عشان كده بقول لك رايح يعمل في كاس العالم يا كابتن. كابتن ما هو انا مش عارف ايه المعايير في اختيار الحكام في كاس العالم، يعني هذا المستوى لو الاتحاد ده النهارده بيشوف الحكم دوت، وانا بتكلم بامانه حكم مستواه، يعني عندنا حكام مصريين يعني افضل منه بكتير جدا. ركله الجزاء رامي ربيعه كابتن، اولا في مخالفه شد لمحمد الشناوي وهنجيبها في البدايه. وبنتكلم على القانون وعلى التحكيم. ايوه ادي واحده، طبعا هو ما حسبهاش. نروح للثانيه، مفيش ابدا اي تلامس حصل للاعب نادي بيراميدز عبد الله السعيد اللي هو عمل تمثيل مثل. كابتن بلال انا هنا النهارده في التحايل، انا كحكم النهارده بروح احسب تحايل وادي عبد الله السعيد انذار للتحايل. ليه؟ الراجل ده صنع خطا مش موجود. يعني هنا طبقا للقانون انت حاولت تتحايل على الحكم في احتساب في انك انت تاخد حق مش من حقك. بشكل عام طبعا النهارده هم ما قدموش المردود يا كابتن عادل، المردود اللي هو اللي احنا مستنينه كحكام جايين من بره عشان خاطر نقدر نستفيد منهم في هذه المباراه.